السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة. موضوعنا اليوم طريقة تركيب أربعة أقمار بدر وأسترا ووتبورد والنيلسات على الصحن الدائري 150 متر و180 متر. هذه الصور للأخ علي تيفيسات من تمارا، جزاه الله خيرا. أولا لتركيب الأقمار على الصحن 180، أو 180 يعني متر و80 سنتيم. هو نيلسات في على اليمين، أقصى اليمين، وتبورد في الوسط، يليه أسترا ثم بادر. أو الآن مرة أخرى في هذه الصورة، المسافة التقريبية بين الأقمار بسنتيمتر بين النيلسات وهوتبورد 29 سنتيمتر، بين هوتبورد وأسترا 10 سنتيمتر، بين بدر وأسترا 11 سنتيمتر. الآن لتركيب الأقمار على صحن أو طبق أو تبصير 150 سنتيم. أول نيلسات، عتبرت في الوسط، يليه أسترا ثم بادر. هو أيضا في هذه الصور المسافة التقريبية بين الأقمار بسنتيمتر، مثل الصحن 180 تقريبا 29 سنتيمتر بين نيلسات وعتبرت، وعشرة بين عتبرت وأسترا، وحداش بين أسترا وبعض. الآن ننتقل إلى طريقة تجميع الأقمار في سويتش. نقوم بجمعها كما في الصورة هكذا. ها هو سويتش. مثلا نضع في واحد، نضع بدر في اثنان، نضع أسترا في ثلاثة، نضع تبرد في أربعة في سويتش. هي الآن في الجهاز، هو ال بي واحد في نيلسات، هو بدر في ال بي جوج، هو أسترا في ال بي ثلاثة، هو ويتبورد في ال بي أربعة. الآن نقوم الآن نسجل العملية بالضغط على أوكي. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.